مساء الخير. الله يخليك. مساء الخير، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام الحمد لله زي الفل. بص انا عملت لك كده مفاجاه وديه عشان بس افرحك بيها. ايه ده بجد؟ مفاجاه ايه؟ عملت لك رسمه. ايه ده بجد؟ بجد. طب وش معنى انا ما في ناس غيري كتير في المكان؟ لا ما انا بجد اخترتك انت بالذات عشان خاطر افرحك، عشان خاطر بجد انت احلى حد موجود في المكان كله. انا احلى حد بجد. انت احلى قمر ما شاء الله عليك، غير اي حد موجود. ربنا يخليك والله، ده من ذوقك. ازاي الناس تاني بجد؟ مساء الخير. طبعا يا رب الرسمه تعجبك وانت زي القمر ما شاء الله عليك. ربنا يخليك، شكرا. بس معلش انا مش عارفه اركز. طب هو حد بتذاكر طيب ولا انا؟ لا بقرا روايه. وحتى لو بتذاكر احنا اولا احنا بعيد عنها، احنا بعيد عني خالص اصلا. انت كده مش جنبي؟ طب خلاص اوكي، حاسس جدا. تعالى كده ثاني بقيت شويه، تعالى شويه. يعني يا ريت كمان الكاميرا معلش. خلاص ماشي، ده موبايل مش كاميرا على فكره. خلاص ماشي بعيد. المهم يا رب بجد. بس فانا عملت لك رسمه بجد، ممكن اشوفها دايما؟ اتفضلي. ايه رايك في القمر دي؟ الله دي حلوه قوي. بجد والله عشان خاطر اصل بص حتى بص شعرك تحفه غير اي شعر موجود في مكان تاني، فاهمه؟ بجد يعني حلو، بس يعني اللون شعرك عليك. شعرك لون تحفه، وكمان شعرك متسرح جميل غير اي حد، تحس كده في ناس غريبه كده صاحيني من النوم على طول كده، جري من السير على طول على الشارع من غير مثلا صرحوا يا جماعه، مش كده؟ ان انا قاعده معاكي. هو انت عندك مشكله في حاجه؟ انا بتكلم انا وهو حضرتك. انا قلت لكم ابعدوا عني عشان انا عايزه يعني مركزه يا فندم احنا بس بنفرح الاستاذه، ممكن بس نفرحها من فكره عامه. فرحها في اي حته ثانيه. هو طب هي قاعده هنا تفرح هنا؟ ايوه حضرتك نايمه قاعده هنا تفرح هنا. هي مبنى مزروعه هنا. لا هي ده مكانها في الاول حضرتك. غريبه يعني. لا بجد معلش معلش، انت عارفه النفسيات دلوقتي اللي منذر بقت جحيم البنات بقى والنفسيات. ايه يعني انا اتكلمت بذوق مرتين، نفسيات ايه؟ هو حضرتك لا مش انت يا فندم، مش هي بجد بتاخد الكلام على نفسها. ما اعرفش بجد في ايه. هو في حاجه بجد؟ انت عندك مشكله؟ لا انا بتكلم مع الاستاذ. خلاص اوكي، هو بجد احنا الكلام ده كله مش عليك، بتكلم على العموم يعني، بس انت زي الفل. انا مش فاهمه انت بتاخد الكلام على نفسك. والله انتوا مش واقفين ورايا، انا مش هاخد الكلام. هو حضرتك هو عشان خاطر انا فرحتها وانت لا هتعملي كده خلاص. يعني ربنا باذن الله يرزقك، ربنا يرزقك باذن الله بحد يجي يفرحك ان شاء الله بحاجه باذن الله. تعالي باذن خلاص. الله يا حبيبي. انا على فكره انا بعمل باكل اكل صحي وبعمل دايت وبجد، وشايفه ان كل الناس لازم تعمل كده. طب انا معصعصه مالك؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده ايه؟ ايه اللي حصل؟ طب في ايه؟ يعني في ايه؟ كم استفزاز رهيب. خلاص لا يا حبيبتي حد وجهني الكلام. خلاص خلاص بس بس خلاص بس حصل خير. خلاص 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 تعالي كده، اسفين جدا. مالها دي؟ خلاص تعالي 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 خلاص تعالي خلاص تعالي خلاص. محمود بص يا محمود اوعى تجيبها في الكادر. ماشي؟ اسفين جدا يا فندم. خلاص حصل خير معلش. ناس غريبة يعني. بس فخلاص اوكي حصل خير، ومبسوط جدا انا فرحتك بجد والله بالرسمه دي، واخترت كده عشان احسن حد موجود في المكان واحسن نفسيه موجوده في المكان. بجد فبجد ميرسي جدا ليكي. البنات دي يعني جحيم أنا مش نار نار إيه؟ بجد انا مش فاهمه. اكملي شعرك اصفر كده وجميل وحلو ولونه ما شاء الله عليك يعني. ده تنشن يا روحي تسمع عنه ايه؟ لا يا حبيبتي لا 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 ده طبيعي. سوري سوري، لا اسمه اكسجين. يبقى اسمه ايه؟ اكسجين. اكسجين؟ هي انت يمكن بتعملي الحاجات دي فبتقولي شعري اصفر. قصدي خلاص حصل خير. هو في هو في ايه؟ خلاص حصل خير. حصل خير. انا بجد ما يا جماعه لو الكلام مش مستفز اصلا مش مجنونه، فلو الكلام مش مستفز اكيد انا مش مستفز. خلاص حصل خير حصل خير حصل خير. مين روحك حلوه كده بتاع مش من نفسنا فاهمه؟ مش غيرت البلد بتاعت اليومين دول. بص انا عارفاك بقى يعني، اللي انا اعرفه ان انت رسمك حلو وكل حاجه، بس ما اعرفش انك قليل الذوق قوي كده. طب ليه يا فندم كده؟ امشي من هنا. طب انا عملت لك انا بصور مع الاستاذه. لو سمحت امشي من هنا. يعني لا 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 انتوا كلامكم يعني انا قليل الذوق؟ انا قليل الذوق عشان برسمك؟ اسكتي بقى. ده انت زي القمر والله العظيم بجد والله. انا اسفه. لا ده انت اوعي تزعلي يعني. انا لا بجد والله انت. بص انا بتفاجئ مش عارفه اعمل ايه. ايدي خالص بس حلوه قوي بجد. لا ربنا يخليك. يعني انا بعتذر لك تاني. ده احنا اللي بنعتذر لك بجد والله. انا اسفه بجد اوعي تكوني مضايقاني. لا ابدا والله. لا والله خالص بجد، وانت ما شاء الله عليكي بجد والله، كل حاجه فيكي جميله بجد ما شاء الله عليكي. احنا بس اتفقنا احنا اعصابك، لكن انت ما شاء الله عليكي يعني بجد والله. فرحتني قوي بجد. طب بص كده الكاميرا شبكه. لا بص الكاميرا كده. طب بجد والله انت متضايقه مننا في حاجه طيب؟
لا والله يا مسامحانا يعني بعد الرسمه دي لازم بجد اول كل 100 دقيقه لا ما تلاقي لا بس لك فلوس الشعر مش احنا مكلفه على فكره اموره جميله والله بجد كان تقيل شويه بس يعني امشي من قدامها انت انا امشي من قدامها